في خدمتي تعلمت ما فماش جريمة كاملة، لازم ثم دليل. تفاصيل صغيرة نجم تحل لغز كبير. المخبي عند الناس ظاهر، باين عندنا احنا. وهنديس صغير يكشف الحقيقة ويبدل مجرى الأبحاث. تتلم الأركان الكل ونعرفوا شكون القاتل. شكون القاتل؟ شكون القاتل؟ أهلا بيك. لا ما نصدقش، صبري مصبح في البيرو. هيا ما تبداش تنبر الصباح، مانيش ناقصك. والله كي قالوا لي ما صدقتش، سألتهم صبري مريح اليوم قالوا لي هوكا من الصباح في البيرو. يا أخي بيت لهنا بالحق. ها طردتك المدامة يا داني. أزت روحها مشيت باتت في دار أمها، زيد نسيت المفاتح. هي عاد مورك جيت بحذ أخوك يا ودي، تفوتك سيفة السهرية يا أخويا. العزوبية وحدها، عزوبية وحدها، هيقولوا قدام خطيبتك الكلام هذا. قول أخويا احنا متفاهمين، الخدمة خدمة والسهرية سهرية، أما بيناتنا موضوع السهرية ماذا بيك ما تجبدوش قدامها. تجبدوش قدامها؟ انسبكتور في الكريمينال وخايف من موضوع السهرية. هي ما خير نخاف من السهرية ولا أخويا تراسيلي ساهر في بيرو الكريمينال وبيت لنا. أعطاك الوقت والله، تمقصص كيف ما تحب. هات سيجار وهات ويزي من الدك. هات أدخل أدخل. أهلا بسي خليفة يا ودي، وينك؟ الأخت الصعيد أش عنا يا خليفة اليوم؟ آه يا سي صبري، الخير والبركة. هاك الكهل 40 لقيناه ميت ملوح في الكياس. هاك اللي ضربته الكرهبة وهربت وما لقوهاش. يلقوها ولا ما يلقوهاش، وما هو فرج مباشر الحكاية. احنا ايش مدخلنا؟ اوامر يا سي صبري. يا سيدي الكرهبة لقيناها والجماعة جبناهم. ايوة اوامر يا سي صبري. نقصنا كان حكاية فرج طويري تبعتنا بالله يا مجيد. يا سي خليف مثالش نكملوا السيجار وبربي. بالطبيعة، وهاو سيجار وفاوح من عند خوك. سيارة على ملك عائلة البحراوي، عائلة كبيرة. أنا وفيكم مد البحراوي. ياو هذا اللي عمل فرق في راسه. كمل كمل يا مجيد. حسب التحريات الأولية، البو والأم مسافرين، عاد سي ولدهم أحمد البحراوي عمره 17 سنة جاب أصحابه وعاملين سهرية. واحد فيهم هز الكرهبة وخرج مع 11:30 متاع الليل، يا أخي بعد المفترق الجنوبي ب200 متر تقريبا، يضرب القتيل المنصف بو عائلة يخليه ملوح في دم ويهرب. وبزهر وعاد فما دار الغادي عاملة كاميرات سيرفيانس. إيه عاد وين المشكلة كي واحد فيهم هز الكرهبة يعليها بكلهم لهنا؟ لهنا المشكل. حسب الاستنتاق الاول متاع سي فرج الله يهديه، قالك ثلاثة كل واحد فيهم يقولك انا هو اللي سقط وانا اللي قتلت. وسي فرج بطبيعة كيحب يرتاح، ما فما كان صبري ومجيد يمرجلهم الكبيدة بتاعهم بحكاية كيف ما هكا. شو اسمك انت؟ معتز. قداش عمرك؟ 18 سنة. 18 سنة، شو مجايبك ليهم؟ ماك اكبر منهم انت. نقرأ مع بعض. تقرأ معهم مدوبة لي؟ اي شنو تو؟ مش نقعدوا نلعبوا معاكم؟ هاي حل فمك، انا وفيكم اللي هز الكهرباء وقتل الراجل. انا هو اللي سقط. لا لا انا هو اللي هزيت الكهرباء وسقطها. شكون قال لك حل فمك انت؟ ما عادش تتكلم الا ما نقول لك. واضحة. شكون هالملسن هذا؟ هذا يا سيدي اسمه ماهر، 17 سنة عمره، تي ولد الماتر البيوضي، بوه هاك تسمع عامل حبارة البرة مهبط العماد الكل جايبه. وما هو احنا يا مجيد يا اخويا وقت اللي نكملوا التحقيق والاستنطاق اتنجم تتفضل العمادة مرحبا بها، اما ها ولد البحراوي ظهر عويق قال وخايف على اصحابه وقال انا اللي سقت الكرهبة وعملت الحادث هكا ولا يا بابا؟ هي ومعتز وماهر خاطئة، انا اللي هزيت الكرهبة ومشيت نشري في البيتزا، وكي صار الحادث خفت وهربت. ماني قلت لكم وقت اللي تستنطقوا فيا منين ليهم باش يهزوا كرهبة بابا؟ أيوة ملا قلت لي يا مجيد بعد المفترق الجنوبي صار الحادث، وعلى حد علمي في المفترق اللي قبله فما دورية أمنية غاديك، والوقت هيك مخر وقليل حركة متاع كرهب، يعني أكيد عملوا لهم كنترول بابي. صحيح يا صبري، وكلمنا الزملاء وقالونا اللي هما شافوها الكرهبة وقفوه، لقاو كل شيء قانوني وما فما حتى حاجة تثير الريبة، وقالوا له واصل.
قالوا له واصل. أيوة مالا يا سيدي، هاو طلعناها شكون اللي قتل. إذا عرفت شكون القاتل في حلقة اليوم، أبعث الإجابة متاعك بالواتساب على 98-613-300 98-613-300، والإعلان على الفائز الخمسة متاع العشية في برنامج الخيرات السبعة. في خدمتي تعلمت ما فماش جريمة كاملة، لازم ثم دليل. تفاصيل صغيرة نجم تحل لغز كبير. المخبي عند الناس ظاهر، باين عندنا احنا. وهنديس صغير يكشف الحقيقة ويبدل مجرى الابحاث. تتلم الاركان الكل ونعرفه شكون القاتل. إذا عرفت شكون القاتل، أبعث الإجابة متاعك بالواتساب على 98-613-300 98-613-300، والإعلان على الفائز الخمسة متاع العشية في برنامج الخيرات السبعة.